اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين مع حضراتكم ترند الاهلي واللي اتكتب خلال الساعات الاخيره ان كمان عندنا كلام بخصوص تدريبات الاهلي خلال الفتره الحاليه. اول حاجه معايا من الحساب الرسمي لمبتدا على تويتر نشروا ان تصريح لطبيب الاهلي دكتور خالد محمود تعافي وليد سليمان والشحات. طبعا وليد سليمان كان تعرض لكدمه قويه جدا في العضله الاماميه في تدريب اول امس، والجهاز الفني فضل راحته وخضع لاشعه، لكن الحمد لله يمكن المؤشرات والتقارير المبدئيه للجهاز الطبي بتقول ان الحمد لله يعني مش اصابه قويه، محتاجه بس راحه عده ايام، وعلى نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله بعد الراحه السلبيه اللي خدها الفريق النهارده يقدر ان شاء الله وليد سليمان يشارك في التدريبات خلال الفتره القادمه. طبعا في قلق كبير خلال الفتره حاليا، عندنا نهائي دوري ابطال افريقيا، فالكل محتاج يطمن على كل اللعيبه، كل لاعب موجود في القايمه اكيد 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 هيكون عنصر مهم جدا اضافي بالنسبه للبطوله الافريقيه. حسين الشحات، وليد سليمان، عوده رامي ربيعه، جيرالدو، بادجي، مروان محسن، محمود كهربا، كل العناصر دي ان شاء الله تكون اضافه قويه مع نهائي افريقيا. ايضا كمان حسين الشحات كان في المباريات الاخيره كان تعرض لاصابه بالعضله الخلفيه، وبالتالي الجهاز الفني فضل راحته. حسين الشحات يعني الحمد لله الامر بالنسبه له بيسير بشكل جيد، هيخوض التدريبات الجماعيه مع القلعه الحمراء خلال الفتره القادمه، ولديه اصرار شديد على تجهيز نفسه بالنسبه للمرحله اللي جايه. طيب كمان معانا من صفحه سوبر كوره، الصفحه الرسميه ليها على الفيسبوك، قايلين ان جيرالدو بيشترط الحصول على نفس راتبه في الاهلي للموافقه على الرحيل. انا عندي كلام كتير قوي وعندي تفاصيل كتيره في مساله الانتقالات والاعارات وعمليه البيع والصفقات اللي ممكن تتم الفتره اللي جايه، لكن ما يخطر خلال الفتره الحاليه صدقوني والله بنسبه 99% غير صحيح، لان الفريق مقبل على دوري ابطال افريقيا، وحل مواعيد القيد بالمناسبه، حل مواعيد القيد الافريقي والقيد المحلي نسف كل هذه الاخبار بشكل كبير، لان كل هذه الاخبار كنت اقدر اتناقش واتكلم فيها لو في ازمه في ميعاد القيد، ان انت لازم تاخد قرار في مساله رحيل لاعب او تتفق معاه على جدوله شيء معين، لان القيد هيجبرك على صفقات جديده لازم تأيدها. لكن مثل هذه الاخبار بعد تعديل مواعيد القيد لا، اصبحت الامور دلوقتي مختلفه، وهذه الاخبار وهذه المعلومات بنسبه 99% غير صحيح، خاصه ان القائمه الافريقيه بقت 40 لاعب، فبالتالي ده انت مش مجبر تمشي حد، ده انت عندك مساحه تحط 10 لعيبه اضافيه ممكن كمان يتضافوا على ال 30 الموجودين في القائمه المحليه، فانت لا عندك ازمه في مساله رحيل لاعب ولا تتفق معاه على جدوله، ولا في لعيب يقدر اصلا كمان يتكلم على مساله مستحقاته اخدها لو انا مشيت من هنا لو رحت نادي تاني. اعتقد انا شرحت لكم الجزئيه دي بشكل مهم قوي، لان الساعات الجايه هتلاقوا كلام كتير قوي قوي بيتقال في هذا الشان مع صفقات كتيره هتتقال الفتره الجايه، وانت مقبل على نهائي دوري ابطال افريقيا، بطوله مهمه جدا ان شاء الله كلنا نفرح بيها يوم 27 نوفمبر. طيب كمان معايا من حساب الوطن سبورت الرياضي على تويتر نشروا ان سيراميكا كليوباترا بيطلب دم صالح جمعه من الاهلي. طيب زي ما قلت لكم نفس خبر جيرالدو، مساله الاعارات والصفقات اللي ممكن بعض الانديه بتحاول تبرمها، وبالطبع في المقام الاول اي نادي صاعد من الدوري الدرجه الثانيه للدوري الممتاز تفكيره وشغله الشاغل ازاي يقدر يضم صفقات من النادي الاهلي، سواء من الفريق الاول او لعيبه صاعدين من قطاع الناشئين زي العربي بدر ومحمد فخري وشادي رضوان واكثر من لاعب ظهر بشكل جيد خلال الفتره الاخيره. لكن انا زي ما اكدت لكم لحضراتكم خلال الساعات الاخيره بعد تعديل مواعيد القيد، صدقوني والله كل هذه المعلومات مش هتبقى صحيحه، لان خلاص انت القيد الافريقي ب 40 لاعب، فتقدر تأيد ال 30 اللي موجودين معاك في القائمه المحليه، وتقدر تضيف 10 تانيين من قائمه قطاع الناشئين والشباب، ولو عندك سكند تيم فريق امل للفريق الاول تقدر تضيف من خلاله، بالاضافه لده ممكن كمان الاتحاد المصري يساعد الانديه اللي بتلعب في افريقيا ان ممكن تستفيد بالاجانب بشكل اوسع بالنسبه للمرحله اللي جايه. في تفاصيل كتيره وفي معلومات ان شاء الله هتكون حاضره معانا الفتره الجايه، لكن اللي بيشغل قطاع الكوره والجهاز الفني والكابتن محمود الخطيب الفتره الحاليه ازاي نحضر نفسنا نفسيا وذهنيا وفنيا لنهائي دوري الابطال، وازاي نحافظ على القوام الاساسي والرئيسي واللاعيبه الصاعده من قطاع الناشئين لما بعد 27 نوفمبر. في دراسه جاده لكل هذه التفاصيل، وعلى اساسها انت بتتخذ خطوات جاده مع اتحاد الكره ومع الاتحاد الافريقي في مساله المواعيد، عشان لما تاخد قرار في اي لاعب يبقى القرار موائم للقرار الرسمي اللي صدر سواء من الاتحاد المحلي والاتحاد الافريقي، لان في النهايه
انت مش بتلعب كورة عشان تحافظ على اللعيبة فنيا فقط، لا ده انت كمان عندك تارجت هنا اللي انت لازم تعمل نجاحات وتعمل مكاسب مالية من هذا القطاع، لان في الامر في النهاية هي إدارة محترفة بتشتغل على قيم مالية، لازم مكاسب بالنسبة للفترة اللي جاية، وان شاء الله الفترة الجاية بإذن الله هتكون في حاجات مميزة وإيجابية في الأهلي إن شاء الله، سواء على موضوع الصفقات والانتقالات أو حتى إن شاء الله نهاية دور الأبطال والاستعداد لمواجهة الزمالك. أخرج إلى فاصل والفقرة الأخيرة من برنامج الترند، ولكن